بعد انتهاء دور المجموعات لهذه البطولة، بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها لهذا العام 2024، وهي بالطبع بطولة عام 2023. انتهى دور المجموعات، ولكن بدأت معاه مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات والاستنتاجات والتوقعات، والحقيقة ما حدش يقدر يجاوب على أي تساؤل، لأنه واضح أن الخريطة تغيرت تماما. هل من ضمن هذه التساؤلات، هل هتفضل هذه البطولة تبوح بأسرارها ومفاجآتها استمرارا وتتابعا بعد دور الـ16 ومرورا بدور الـ8؟ يعني حتى القرعة نفسها يعني خلت مجموعة من المتغيرات، 4 مباريات مواجهات مباشرة ما بين فرق أو منتخبات واخدة بطولة كأس الأمم الإفريقية، و4 مباريات الآخرين كلهم ما بين منتخبات ما خدوش البطولة من قبل. برضو من ضمن التساؤلات، يعني هل هيفضل منتخبنا الوطني المصري بهذه الحالة الفنية، ولا إن شاء الله هيبدأ الأمور تتطور؟ هل هتستمر المفاجآت بخروج منتخبات قوية زي ما شفنا توديع المنتخب الجزائري؟ وبالمناسبة دي مش أول مرة يودع دور المجموعات بعد حصوله على لقب بطولة 2019، لا دي النسخة الثانية على طول، منتخب زي المنتخب التونسي أيضا اللي ودع البطولة. هل أيضا المنتخب المغربي أثبت إن هو جيد أمام الفرق اللي بتقدر إنها تبقى بتهاجمه، أو بيقدر هو أنه هو يبقى واقف قدامها؟ الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات، ولكن إن شاء الله النهاردة في ضيافتي إن شاء الله 2 من يعني نجوم التحليل والأمور الفنية بالنسبة لي في قنوات أون تايم سبورتس، كل من خليفة وعطا، إن شاء الله نقدر نجاوب على كل هذه الأسئلة في هذه الحلقة من أون أفريكا.